إذا مشاهدينا الكرام، حول هذه الحالة نرحب بضيفنا عبر سكايب فضيلة الشيخ سعيد عزام رئيس مجلس الإفتاء السويدي. فضيلة الشيخ عزام، السلام عليكم وتحية لك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي الكريم. حياك الله الشيخ عزام، وأنت تتحدث إلينا من مدينة رسول الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك الطاعات، وأرجو أن تدعو لنا. في البداية فضيلة الشيخ عزام، كيف تابعت هذه الصرخات من قبل الأب والأم المكلومين على فصل أبنائهما الخمسة عنهما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، لا شك بأنه كما قال الشاعر: لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إيمان وإحسان. لا شك كما قال أيضا أحدهم: أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض. الإنسان رأس ماله أولاده وعائلته، وكثير من الناس ما فر من بلده إلا ليؤمن لأبنائه الأمان والحياة المثلى التي قد لا يكون حظي بها الأب والأم، ولذلك هم جاءوا إلى السويد، نعم، رغبة في حياة أفضل، في حياة كريمة. والذي حصل لهم لا شك بأنه كارثة، ما أحد يستطيع أن يعني ينقص من شعور أب أو أم. رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي من خلفي صلى الله عليه وسلم لما رأى طير أخذوا صغاره وبدأت الحبارة تلف حولهم، قال: من فجع هذه بأولادها؟ ردوا إليها صغارها. نعم، لا شك بأنه هذه مصيبة وهذا أمر كبير، لكن أنا اللي أقوله لكثير من الإخوة الذين قدموا إلى السويد والذين لم يقدموا بعد. الآن لو جئنا نقول للناس الذين قدموا للسويد: هل سألتم عن السويد كيف قوانينها وكيف الحياة فيها قبل أن تأتوا؟ طبعا نحن بالنسبة لنا هذه قوانين قبل أن نقدم إلى السويد، وطورت وجاءت بعد ذلك. لا شك بأنها ليست كما هي تطبق على السويديين. يا شيخ سعيد، نعم.